أكد وزير الخارجية سامح شكري أن مصر تولي اهتماما خاصا بأمن السودان واستقراره باعتباره جزءا لا يتجزأ من أمن مصر القومية. وقال شكري أن مصر تواصل مساعيها لحلحلة الأزمة وإنقاذ الشعب السوداني من هذا الصراع. وستواصل مصر جهودها ومساعيها مع كافة الأطراف لوقف المواجهات والعودة إلى الحوار، ونؤكد في هذا السياق على ضرورة قيام المنظمات الدولية والإقليمية بدور بناء لحلحلة الأزمة وتوحيد الهدف وراء إنقاذ السودان وأبنائه من مغبة هذا الصراع وتغريب المصلحة العليا للسودان على أي مصالح ضيقة. كما نشدد على ضرورة التوصل إلى وقف مستدام لإطلاق النار لحقن دماء الشعب السوداني الشقيق والحفاظ على الدولة السودانية ومقدراتها ومؤسساتها.